احنا سجلناه في طيب حضرة قديمة. يا اما اجي اقول له من قائمه فايل بليس. يعني ايه قائمه فايل بليس؟ فايل بليس يعني بروح اعمل ادراج لصوره. فين الصور؟ اهي. واجي اخد هنا الصور. الله، هو انا هنا يا جماعه ما ينفعش اخد اكتر من صوره؟ لا، هي صوره واحده بس. يعني الفرق ما ان انت تعمل دراج وان انت تيجي من قائمه فايل بليس، ان دراج انت ممكن تاخد اي عدد من الصور تروح حاططهم على الفايل، اما فايل بليس فهو بيسمح لك انت تاخد صوره صوره. حد معايا ولا؟ طب تمام. تمام. جيت انا بقى عندي هنا، خلاص انا عملت ادراج للصور. طب تمام، الصور اللي موجوده دي انا جبت هنا امر موف. خلي بالك اي امر من الاوامر اللي احنا بنختاره من هنا ابص على الاوبشنز اللي موجوده عندي من فوق. هو اول حاجه اكرم موجود عندي هنا ايه؟ بتوصل لك. يعني ايه اكرم؟ يعني اجي يا سهيله اللي انا بدوس عليها هي اللي مسموح لي بس اللي انا اتحرك بيها. حد شايف؟ طب تمام. طب افرض ان انا شلتها مثلا، طب انت بتشيلها ليه؟ لما بيكون في عندي الفايل ده مليان تفاصيل فببقى محتاج ان انا اشيلها من هنا عشان احدد من قائمه لايرز اللي هي دايما عندك هنا يا اكرم، لازم تكون موجوده اللاير اللي انا هتحرك بيها. يعني مثلا انت واقف على اللاير اللي هي 5، لو انت جيت على اللاير دي مش هتتحرك برضه، اللي هيتحرك اللي انت واقف عليه ايه؟ قائمه لاير. احيانا بنحتاجها لما يكون في عندي الفايل مليان تفاصيل. طب تمام، دي حاجه. هو ده الامر بتاع النهارده؟ لا، الامر بتاع النهارده اسمه فري ترانسفورم. يعني ايه فري ترانسفورم؟ يعني ممكن اكبر، ممكن اصغر، ممكن اعمل روتيت، ممكن اعمل امر اسمه سكيو، مجموعه اوامر كده هناخدها مع بعضها. بس في زيتونه صغيره مستخبيه اللي هي ايه؟ لو انت جيت بصيت عندك على الايه؟ على الصوره بتاعتك، ولنفترض ان هي دي مثلا. اللي هي دي. في جنب كلمه اوتو سيلكت في عندك حاجه اسمها ايه؟ ايه دي يا يسري دي؟ شو ترانسفورم كنترول، مش فاهم. طب احط علامه صح؟ الله، الملحوظ ان لما جيت حطيت علامه الصح في مجموعه مربعات ظهرت عندي على حدود الصوره او على حدود اللاير. بعمل منها ايه؟ ممكن اكبر، ممكن اصغر، ممكن اروتيت. بعد ما خلصت الشغل بتاعك واديته علامه صح هنا اهو كده، فضلت مجموعه المربعات دي موجوده. وان كانت حاجه تضايقك زي ما مثلا انا مش بستريح ودايما المربعات دي كده موجوده، فبشيل علامه الصح من هنا. يعني هنا اهو الامر، ان حد حابب ينفذ الامر اللي احنا لسه ما شرحناهوش ودايما حابب المربعات دي تفضل ظاهره عنده، خلاص يجيبها من هنا. اللي مش حابب مجموعه المربعات دي وحاسس انها بتضايقه في الحركه، الامر موجود عندك في مقيمه اديت، امر اسمه فري ترانسفورم. طب ايه الفرق من مربعات ظهر؟ لما بتيجي تشتغل الامر اللي احنا لسه ما خدناهوش ولسه هشرحه، اكبر او اصغر او اعمل روتيت وادوس علامه صح عشان انا موافق، المربعات بتختفي. يعني الفارق الوحيد ما بين الامر ان انا اجيبه من هنا او من قائمه اديت وجود المربعات بصفه دايمه، او لا. انتوا معايا ولا فين؟ مع حضرتك. طب تمام، ايه بقى الامر ده اللي احنا لسه ما شرحناهوش؟ احنا اتفقنا الامر نفسه مسماه اسمه فري ترانسفورم. يعني انا باجي هنا من قائمه اديت واقول له هنا فري ترانسفورم. طب تمام، ايوه هعمل ايه يعني؟ ممكن اجي هنا كده اعمل ستريتش للصوره، ممكن اجي من بره هنا اهو وادوس وان كليك والف. بس كل الكلام ده يا جماعه بالحب كده، يعني من غير مقاسات ولا درجه ولا اي حاجه خالص. طب انا عايز اشتغل بالمقاسات، هشتغله ازاي؟ قبل ما اشتغل بالمقاسات، خلي بالك الصوره دي معموله بروتكشن، دي حاجه اسمها سمارت لاير، مش عارف حد شايفها ولا لا. لازم عشان اتعامل مع الصوره وابتدي ان انا اقص منها او اروح اعمل فيها اي حاجه، لازم اكليك يمين واجي اقول له هنا ايه؟ كاستورايز لاير. تمام كده، بقت خلاص انت حره الايه؟ التعامل مع الصوره دي. واطلع هنا من قائمه اديت واقول له هنا فري ترانسفورم. طب تمام، انت قلت لنا من شويه ان انا عايز اروح اتعامل بالمقاسات. لو انت جيتي بصيتي من فوق هنا اهو، هتلاقي في مجموعه مربعات صغيره. هي دي ايه؟ دي كل صوره من ضمن الصور ليها سنتر بوينت، اللي هي دي اللي انت ممكن تلف حواليه. تمام، وجود المربعات هنا انا بروح اغير مكان السنتر بوينت مكان ما انا عايز. يعني كده انا خليتها في النص كده في الانترسكشن من فوق. حد شايف؟ طب تمام، يبقى معنى كده ان انت عندك اول حاجه اللي هي مجموعه السنتر بوينت اللي هي دي. طب بعديها في ايه هنا؟ طب معلش انا عندي سؤال. نعم، عندي سؤال. ينفع بعد ما احرك السنتر بوينت ازاي اكون برجعها في مكانها تاني بالظبط؟ بيرجع باي ديفولت من نفسه. يعني لو حضرتك جيتي غيرت السنتر بوينت هنا اهو مثلا كده، وجيت انت عملتي كده روتيت وخرجت من الامر، جيتي طلبتي من هنا من اديت في ترانسفورم تاني، باي ديفولت هي جت في النص.
اوكي تمام ميرسي. طب استني، في الفيرجنز الجديده اللي هي 21 ما بترجعش، طب انا هعمل ايه؟ هتلاقي في عندك مجموعه المربعات دي اللي هي اللي موجوده عندك من فوق، انت بتيجي تدوسي في النص كده. اوكي خدتي بالك؟ اللي هي حاجه اسمها ريسيت البيفوت او اليو سي اس او التحريك اللي هي السنتر بوينت بتاعها. طيب بعديها هتلاقي في عندك هنا اكس وواي، الاكس والواي دي اللي هي البوزيشن او مكان وجود الصوره بالنسبه لنقطه الارجن اللي هي 0 0. احنا مش فاهمين حاجه. يعني مثلا الصوره هنا اهو، ممكن اجي هنا في الاكس مثلا واخليها هنا 0 واجي هنا في الواي واخليها 0، يبقى كده عمل موف للصوره بس بمقاس، يبقى نقطه الارجن او 0 0 اللي هي دي. فانت معنى الاكس والواي قد كذا اللي هي المكتوب جواها، يبقى بعد الصوره عن نقطه الارجن كاكس قد كذا وواي قد كذا، يعني دي تحركها بس بمكان بمقاس معين. حد معايا ولا فين؟ طيب بعديها هنا في عندي دبليو اتش، مش فاهم الويت والهايت. طب انا هعمل ايه يعني؟ ممكن اصغر واكبر، بس في مشكله، خدي بالك من السلسله دي، دي اللي بتحفظ لي الريشيو بتاعت الصوره، نسبه وتناسب ما بين طول وعرض الصوره. طب عادي افرض ان انا عايز اروح اكبر واصغر، بس خد بالك لازم تكون متاكد ان انت عملت كده ستريتش الصوره فباظت، لازم تكون متاكد ان انت عايز تعمل كده. لو انت عايز تحتفظ بالريشيو، كل ما الحركه ان انت تيجي تدوس هنا عندك على مين؟ على السلسله اللي هي اللي موجوده في النص. السلسله دي اللي هي تحفظ لي الريشيو اللي هي النسبه والتناسب ما بين طول وعرض الصوره. تمام دي كده؟ تمام. طيب بعديها هتلاقي في عندي هنا انجل. الانجل ده لو انا حبيت اروح اعمل روتيت عندي للصوره، انجل كام؟ 45 مثلا، ارجعها تاني زيرو لو عايز. بعديها في عندي هنا اتش و في اللي هي هوريزونتال وفيرتيكال، مش فاهم اعمل ايه يعني. ممكن اجي هنا عند حرف الاتش واخليها هنا اهو 30 درجه. حد شايف اللي حصل؟ الامر ده امر اسمه سكيو. سكيو ده بيعمل ايه؟ بيديني شكل متوازي، اللي هو ده بيديني الزاويه اللي انت شايفاها دي. حد شايفها؟ طب تمام. اخر حاجه بقى في الايفكتس الموجوده، في عندي هنا الراب ايفكت. ايه هي الراب ايفكت دي؟ لو حد عارف او حد منكم اشتغل وورد، مش انت في عندك كان احيانا الراب ايفكت اللي هو عباره عن تكست ملفوف، تكست متني، اللي هي موجوده هنا بقى بيديني الايفكت دي عندي على مين؟ على اللاير نفسها. يعني ممكن اجي هنا اهو كده وادوس عليها كده وان كليك، واجي عندي هنا من عند كلمه كاستم واختار شكل هو مديهولي مثلا ار. بص اللي حصل. طب هو انا ما عنديش غير الاشكال دي؟ بص انت لو جيتي عند كلمه كاستم، شايفه الدراعات اللي طلعت دي؟ ممكن العب في الكيرف يمين وشمال زي لوحده. حد معايا ولا؟ ايوه. وفي النهايه انا بقول له يا اما كنسل يا اما علامه صح، انا موافق على الكلام ده. خلي بالكم احنا لسه كل ده احنا بنحكي حدوته، لسه ما شرحتش، ده مجرد الاستيعاب والتخيل يعني. طب تمام. طب بس هنا في بس مشكله، انت بتجيب هنا امر في ترانسفورم اللي هو اختصاره كنترول تي، هتلاقي في عندك من تحتيها كلمه ترانسفورم بس، هو تفرق او تختلف؟ لا، هو هنا مديك الامر بس مفرط. يعني ايه مفرط؟ يعني انا هنا هروح اجيب امر سكيل لمجرد ان انا اعمل سكيل فقط، لكن انا اقدر اعمل روتيت ولا هيسال. اجي من اديت ترانسفورم تاني، بعديه عندي ايه هنا يا انجي؟ اهو هل ينفع اكبر واصغر ولا هيسال؟ اقدر اجي من قائمه اديت ترانسفورم اعمل هنا سكيو، يبقى هو مديني الاوامر دي متفرطه عشان اقدر احكم الايه؟ الامر نفسه ما نفذش امر تاني. مديني هنا حاجه اسمها ديستور، اللي هي جايه من ديستورشن اللي هي تشويه. طب انا هشوه ليه؟ الامر ده في منتهى الاهميه، وعايز استاذنكم بس تقولوا لي تفكروني بيه بس، ديستورت ايكوال كده موك اب. يا اكرم ليه؟ موك اب، الموك ابس. حد بس يفكرني بيها، اكتبها في ديلي كشكول عندك كده، لان دي ليها شرح تاني خالص. ديستورت بتساوي موك ابس. فانا اقدر بديستورت امسك نقطه كده واتحرك بيها. طب شايف؟ نقطه واحده فقط. تمام. عندي هنا من اديت ترانسفورم تاني، هتلاقي هنا برسبكتيف. برسبكتيف بقى اللي هو بيديني بيحرك لي نقطتين، اللي هي في شغل عماره وديكور بتاعنا، اللي هو بيعمل لي تهريب للايه؟ النقطه هي نقطه الهروب. ما اعرفش تعرفها يا يوسف انت وسهيله؟ اه ولا لا؟ نقطه الهروب او نقطه الزوال ده ايه؟ لا لا يا دكتور مش هي وان برسبكتيف وتو برسبكتيف صح؟ ايوه بالظبط. اه بتقول ايه يا يوسف؟
انا مش عارف قوي الموضوع مش واضح معايا قوي، بس ايش تاني انا معاك يعني، لكن انا لا ما اعرفش الكلام ده قبل كده. طب بص، عارف انت زاويه المنظور؟ ايوه تمام. طب بلاش، لو انت جيت وقفت اخر مره وقفت فيها على البحر امتى؟ حوالي اسبوعين. حلو، لو انت جيت بصيت بمدى بصرك كده في البحر، مش بتلاقي السماء نازله فيه؟ مش بتلاقي ان هم كلهم بيضموا في نقطه واحده؟ ايوه في الاخر كده. زي اخر الطريق مثلا، لو انت واقف في اول الطريق، امر البرسبكتيف ده اللي هو بيديني نقطه الهروب او نقطه الزوال اللي هي دي. يعني لو جيت انا هنا كده ترانسفورم وجيت خدت برسبكتيف، بيسمح لي ان انا اروح اضم نقطتين في بعض كده. تمام. وصلت؟ مش عايز بحيث حاجه؟ بحيث اخليه منظور كده، اللي هو اللي في الاخر مثلا اصغر شويه من اللي في لا الاول، لا او تاني لا يعني لا، تبص كمان. تمام يوسف انا مش عايز حاجه نص نص، يعني مش عايز حاجه تكون نص بلعه. ان شاء الله اكيد. طيب طب هلاقي بقى في عندي هنا من ترانسفورم تاني، في عندي هنا راب افكت، ادي الراب اهي اللي انا بجيبها، هو خصصها بس هنا لوحدها من اديت هو ترانسفورم. بس نعم معلش، قول. هو دي بنستفيد منها لو احنا حابين نرسم حاجة تبان 3D، طبعا طبعا. واحنا دي ممكن نعملها في فوتوشوب عادي؟ طب احنا اوكي ممكن نعمل شوت لقسم ايه؟ انا والله كمبيوتر ساينس خلاص بقى. لا انا معايا بس عشان لازم احفظ الصوت بس. تمام طيب اوكي. هتلاقي فيه بعد كده اللي هي روتيت 180 درجه، لو عايز الفها 180 درجه او روتيت 90 كلوك وايز او انتي كلوك وايز، اللي هي على حسب عقارب الساعه وعكس عقارب الساعه، او فليب هورزونتال او فيرتيكال، اروح اعمل لها مرايه معكوس الشيء. هتشايفه؟ طيب يبقى الخلاصه ان انا في عندي هنا امر فري ترانسفورم تاني، يا اما بجيبه بينفذ لي كل الاوامر، او يا اما بجيبه هنا من ترانسفورم بس واختار الامر اللي انا عايزه فقط عشان يتنفذ على عندي، على مين؟ على الصوره اللي موجوده من بره. بس شرط ان الصوره دي تكون ايه؟ معموله ايه؟ راسترايز. ليه؟ وصلت؟ وصلت كده؟ طيب احنا بقى عايزين نعيد الكلام ده واحده واحده عشان هسيبكم تجربوه. انا هروح اجيب من هنا صوره اهي، هاخد اي صوره. اكرم انت معايا يا اكرم؟ تمام. طيب تمام ولا نص نص؟ لا لا معاك. طيب فانا معايا ادي الصوره اهي، هكليك يمين في الاول اعملها هنا راسترايز، ثم هاجي هنا من قائمه اديت واجيب امر فري ترانسفورم. خلاص بص انا عايز منكم حاجه، لو حتى تجيب ورقه داشت وتكتب فيها وتقطعها بعد المحاضره انا ما عنديش مشكله، بس المهم ان انت تكتب معايا اللي هي السطر ده بالذات او الشريط ده بالذات، وهستناكم واحده واحده. خلاص؟ حد فاكر المربعات دي بتاعت ايه؟ اللي بتحدد السنتر بوينت ممكن اغيرها مانيوال بايديا كده، ادوس على المربعات، او يا اما انا اجي اختار السنتر بوينت ده واتحرك بيه ان حابب يعني. طب تمام دي حاجه. طب حد فاكر الاكس والواي دي بتاعت ايه؟ الديستنس من الاوريجن تقريبا. ايوه الديستنس من الاوريجن اللي هي نقطه الزيرو زيرو، يعني كاني بعمل موف بس بمقاس. طب حد فاكر ال W وال H دي؟ الوايتس والهايتس. بس خد بالك اهم حاجه السلسله اللي موجوده في النص عشان بتحفظ ريشيو او النسبه والتناسب ما بين كل عرض. طب عندي هنا دي ايه؟ تمام الانجل اللي مايله بيها. الانجل ايوه، لو انا عايز اروح اعمل روتيت بس ايه؟ بمقاس بدرجه معينه. تمام. طب عندي هنا H و V. اتش وفي اللي هي هورزونتال وفيرتيكال، ده اللي هو امر اسمه سكيو. سكيو ده اللي هو بيعمل ايه؟ تعالى هنا اهو كده اديله هنا 30 درجه مثلا، اللي هو امر موجود فين؟ اللي هو امر اسمه سكيو تحديدا كده بالاسم اهو. طيب تمام. بعديها الراب افكت. الراب دي اللي هي عباره عن مجموعه اشكال بتتنفذ عندي على اللاير اللي انا واقف عليه. ما حبيتش تاخد من الاشكال دي وعايز كاستم وتحل انت بايديك، او تروح انت تعمل ديزاين بتاع الكيرف اللي انت عايزه زي ما انت عايز، في نهايه الحال بعد ما بتخلص بديله هنا ايه؟ علامه صح لو انا موافق، او كانسل لو انا مش موافق. وصلت؟ الامر يا جماعه ده مش مهم في حد ذاته بصرف النظر ان هو مهم ان انت تفكري وتطلعي فيها فكره. وصلت؟ العزف وجيبه صوره، واللي انا عملته ده يتعمل، ونرجع تاني بقى نحلل الافكار واحده واحده ونبتدي ان احنا نشتغل. يلا. اوكي. طب دلوقتي انا عندي هنا مجموعه اللي هي افكار معينه، زي مثلا اللوجو اللي هو بتاع الويندوز ده.
احنا بقى عايزين نستخدم الامر ده في ان انا اروح احل حاجه زي كده. تفتكروا انا ممكن اطلع الشكل ده ازاي؟ واحده واحده بالتفكير. يعني هي اهم حاجه فكرتك. يعني الويندوز لوجو ده هبتديه ازاي او اشتغله ازاي؟ كده نعمل ال بتاع الفور نسيت اسمه. هو لازم راب ده حاجه اكيد صح؟ اوكي بس هبتدي ازاي؟ يعني بدايتي فين؟ هعمل سكوير شايفه وحاجه اقول له اما سكوير كبير وحاجه اقول له انا عايزه ايه اقسمه يا اما سكوير واحد بكرره ثلاث مرات. الله ينور عليك. ممكن نعمله بالسنجل رو وسنجل كولوم ونعملهم ستروب. بس خدي بالك سنجل رو وسنجل كولوم ده هيبقى هو قيمه 1 بكسل بس. ما اقدرش اعمل ستروك اكتر من 1 بكسل؟ لا تقدري بقى تبقى عاملي بريكتانجل كذا بكسل زي ما انت عايزه. لكن بصي هنا المسافه ما بينهم عامله ازاي. فانت عندك هنا اهو كده احنا خدنا يوصل ان انت ممكن تعمل ريكتانجل كده واجي اقول له لو سمحت انا عايزه فيكسد ريشيو يعني نسبه طول ونسبه عرض ان هو سكوير سكوير. طبعا انا ممكن زي ما خدنا في المحاضرات قبل كده ان انا ممكن اروح اغير النسبه ثم اجي انا عايز اروح اعمل هنا نيو لاير. اتفقنا قاعده وقلت له مع القاعده دي لو انا حابب اروح ادي اي لون او اروح الون لازم اعمل شفافه او كلكايه جديده ثم اجي بالبين باكيت واروح دايل اللون كده. ملحوظه ما حدش يعمل اي حاجه ولا موف ولا فري ترانسفورم ولا اي حاجه خالص طول ما في سيلكشن. لازم اجي يا انجي اشيل السيلكشن دي سيلكشن. طيب انا كده عملت سكوير واحد حاجه هنا اهو. انا بتكلم على حل فكره مش تنفيذ شغل وخلاص. حاجه اقول له لو سمحت اديني هنا فري ترانسفورم او اخش اجيب الراب افكت اوتوماتيك. تفتكروا انا هاخد انهي واحده منهم؟ يمكن هي بتاعت الارك مش عارف. الله بس دي واحده بس. طب انا ممكن اجي ادوس الت واسحب ادوس شيفت وامسك الاثنين ادوس الت واسحب واجي كده من اديت ترانسفورم اعمله هنا فليب اي او روتيت 180 روتيت طلع في كام ثانيه. تمام وصلت الفكره. انا يهمني بس في الجزئيه دي ان انا اروح احل فكره. لا حد معايا يا جماعه ولا فين؟ فاهم. حد يحب ان انا اعيدها تاني ولا تعملوها؟ نعمل لا نجربها. جربوها ولو في مشكله اعيدها تاني. ممكن معلش كده لسه على الشمال دي اللي هي فيها على الشمال دي انا باجي بطلع قائمه ويندو واجيب هنا لاير زي اف 7. اوكي تمام خلاص. انا حاجه اشيل دول كده ديليت والاول انا هاجي هنا هعمل سكوير. سكوير طوله قد عرضه خلي بالك. هعمل هنا نيو لاير وهاجي بالبين باكت اروح الاقي اللون اشيل السلكشن ثم هاجي هنا بالايفكت ثم هاجي اديله هنا ارك ثم هاجي ادوس الت واسحب امر موف والت واسحب اخد نسخه ثانيه هكنترول وامسك الاثنين والت واسحب ثم اجي هنا من قائمه اديت ترانسفورم واقول له روح لفهم لي 180 درجه. وصلت؟ تمام يلا جرب وقول زوم واجي هنا اقول له فايل نيو وعايز هنا مقاس ورقه كذا. انا بحدد هنا الاسم وهو اوتوماتيك بيحط لي المقاس. اهم حاجه حدد ريزوليوشن ان هي كام وبيكسل على السنتي او على الانش محدش ينسى وكلر مود كمان. طيب الورقه دي انا عايزها بالعرض. انا ممكن اجي من قائمه ايمج واقول له روتيشن كده هيقلب لي الفايل باللي فيه. لا حاجه هنا كده اعمل سيلكت اول واجي اقول له اديت ستروك يعمل لي فريم. حد فاكر ستروك؟ تمام. اقول له انسايد واقول له اوكي عمل لي فريم. تمام هاجي بعد كده اروح جاي عامل دايره اهي. خلي بالك انا عايزه دايره دايره يعني انت معنى كده انت اقصد انت تخليها هنا فيكسد ريشيو يعني. ثم اجي من فوق اجيب جايد واجي من تحت اجيب جايد واجي هنا من المسطره دي كده بردك اجيب جايد في نص الدايره اهو. ثم اجيب هنا سكوير او اجيب ريكتانجل واقول له اجمع. حد فاكر؟ طيب بس انا هضطر اجيب هنا نورمال عشان اقدر اشتغل بيه حر اهو.
اهم حاجه خلي بالك الانترسكشن ده يكون مظبوط. مثال الامتحان سهل صح لحد دلوقتي؟ لحد دلوقتي يا مفيش ثقه خالص. قوم تعمل بقى ايه؟ تعمل كده اهي، تروح انت عامل دي كده وتروح انت عامل دي كده. حد فاهم اي حاجه من كده اللي انا قلتها؟ لا. يلا دي واحده واستنى. دكتور انا بحط اللون من ايه؟ ثانيه واحده، انا حطيت اللون بعدين عملت ايه بقى؟ مين؟ انا حطيت اللون بعدها عملت ايه بقى اللي هو اللون البلاك ده؟ مين بيسال؟ انا احمد يسري. بص يا يسري هقول لك لوحدنا بس عشان انا مدبسه. ايه ده؟ لا انا ما خدتش بالي برضه ايه اللي حصل ده. مين؟ ما خدتش بالي برضه. مين؟ حاجه اتعملت مره واحده. في حاجه اتعملت كده في النص بسرعه. ما مش عارف، هي تقريبا عايزه حد يكون عارف فوتوشوب بس عشان يقدر يجاوب كويس. دقيقه واحده واستلم، دقيقه واحده 60 ثانيه واستلم. بص انا هبتديها تاني عشان واحده واحده لندى تاني. انا هاجي هنا كده بس اعمل كلير للجايد. الاول يا ندى انا باجي اخد من هنا ايه؟ سيركل. ولو خلاص لو انت تمام قولي تمام عشان اكمل. فهاجي اخد هنا فيكسد ريشيو عشان اروح اعمل هنا دايره بالظبط. هاخد جايد فوق وجايد ده وجايد يقسمني الدايره نصين واجي من هنا كده اروح واخده في النص. انا قاصد اسيبه بره عشان اوريكم ان موف بيتحرك عشان الناس لسه داخله النهارده جديد. واجي اروح جاي واخد من هنا. اخر خطوه دكتور كام كنت ثلاثه ثاني؟ الايه؟ لما خدنا الجايد ما كانش في نص الدايره قوي وعملنا كان حركناه ازاي؟ بامر موف اتحرك بيه كده للنص. الامر خدناه منين بقى؟ من المسطره. اوكي تمام. ثم حاجه اروح اعمل ريكتانجل كده نورمال اهو اهو هعمل نيو لير. ندى انت معايا صح؟ مع حضرتك. ثم اجي اروح دلق فيها درجه لون اهي. تمام. انا وقفت هنا بس هي ممكن اجي اقول له ايديت كوبي ايديت بيست، او ممكن اجي اقول له هنا كده يا ندى دوبليكيت لاير يعني خد لي نسخه ثانيه لو انت فاكره. تمام. بس المهم تشيل السلكشن بس. ثم ادلق في اللاير اللي فوق لون ابيض هتلاقيها غطت عليه اسود صح؟ حاجه اقول له ايديت ري ترانسفورم احط اللينك واكتب هنا 50 50 يعني انت روح ايه؟ صغرها لي النص. جمعتيها؟ تاني كليك يمين يا ندى دوبليكيت لاير هغير اللون اهي. هاجي بعد كده من قائمه ايديت فري ترانسفورم او ادوس على كنترول تي هي هي هحط اللينك واكتب هنا اهو 50 وبامر موف سنطره في النص. تمام. تاني ايه رايك؟ ولا تمام؟ تمام. يلا تمام. بص الديزاين او الرسمه اللي هي بتاع اديداس اهي انا باخدها دراج عشان تفضل قدامي بس بدل ما افضل ايه طالع داخل. واجي هنا كده اروح جاي مصغرها كده بالريشيو بتاعتها واجيبها كده. طب انا لو فكرت في حاجه زي كده ايه الادوات المساعده اللي عندي اللي ممكن تساعدني؟ احنا كان في عندنا ثلاث ادوات مساعده اللي هي جايد وجريد وسمارت جايدز. فانا عندي اسهل حاجه بروح اطلع من هنا اللي هي جريد. هاجي اقول له من قائمه شو جريد. عبد الرحمن انت معايا عبد الرحمن؟ تمام. فانا هاجي هنا واروح اعمل سيرك كده. طب تمام. ثم احنا اتفقنا ما حدش يحط لون لما يعمل نيو لاير. ثم اروح جاي واخد درجه اللون واروح دالق فيها اللون كده. هاجي بعد كده اروح جاي واخد السلكشن ده بنفس اداه السلكشن واروح محركه كده. حد شايف؟ واجي اقول له هنا انفرس ثم ديليت عشان يتفضل عندي الربع ده فقط. حتى عايز ابتدي ان انا اتحرك بيه او اخليه زي نفس الصوره دي كده اهي. ممكن اجي هنا من اديت ترانسفورم خدت بالك وابتدي ان انا اسحب دي كده. حد شايف حاجه؟ خلاص انا بقى معايا نص. ثم هاجي من النسخه دي كده وكليك يمين اقول له دوبليكيت لاير خد لي نسخه. وممكن اتحرك بيها يمين شويه كده لو حد شايف من الاسهم بتاعت الكيبورد ده. واجي اقول له من قائمه اديت في ترانسفورم وانقل السنتر بوينت دي تحت
وابتدي ان انا اروح اعملها روتيت كده. هكليك يمين دوبليكيت لاير واجي من قائمه اديت ترانسفورم واقول لو سمحت روح اعمل لي فليب هورزونتال اروح اجيبها كده كده اسهل. طب ثم طب انا عايز ابتدي ان انا اشيل الشرط دي. تعال نشيل كده الايه الجريد اللي في الارض اهي شو جريد واجي هنا اروح جاي ماسك اللايرز دي كلها وممكن اجي بقى دي زيتونه جديده ممكن اجي اقول له هنا ميرج اللايرز ادمجهم عشان اجي هنا لما اجي بريكتانجل كده واقول له ديليت ما اقفش اعمل لاير اجي اروح جاي محرك كده ريكتانجل واقول له ديليت احرك ريكتانجل كده واقول له ديليت هتفضل عندي زيتونه واحده بس ازاي ان انا هوصل دي هتشوف أيوة. حاجه اروح جاي عامل سيلكت عندي على دي اهي طب ثم هاجي من قائمه اديت في ترانسفورم وانت هتيجي تدوسي شيفت وانت ايه بتسحبي دي كده حد معايا ولا عامل سيلكت اهي واجي اقول له هنا من قائمه اديت في ترانسفورم وهتيجي عندك انت عشان تكبر عندك فيرجن 19 او 20 او 21 هتسحبيها كده عشان تفك الريشيو يعني ايه رايكم كده اسهل تمام اسهل كده ايوه انا كان ناقص عندي بس الفراغات اللي في النص دي ثانيه يا جماعه شكل ده كده ياخد كام ثانيه ماشي بس نجيب منين صوره الراجل ده اي صوره ممكن نجيب تويتي نجيب تويتر نجيب اي حاجه نجيب اي صوره ماشي انا عندي مشكله في اللي هي الظل من تحت ده بتاع الباب ليه ده انا كنت عايز اسال عليه ونسيت طيب ما جراش حاجه حلول بس دي ياخد من المجموع كده كام ثانيه 5 دقايق كتير طيب 5 دقايق واستنى 5 دقايق وانا هبعتها لكم على الواتساب بدل ما اروح احمل الفايل بتاعي باك جراوند لونها اسود هنحدده على الباك جراوند لون اسود طب تمام طب ثم هنا في عندك لون باب لونه ابيض قوي اهو بس حاجه اعمل هنا نيو لاير ما اتفقنا واروح مخلي اللون الابيض اهو اوكي اهم حاجه قبل ما تعدلي اروح اقول له دي سيلكت لو سمحت عشان الشرشره هيدا ليه عشان ما يبقاش فيه الادجس من الشرشره طب تمام هو الباب ده عدل ولا مش عدل؟ عدل لا مش عدل اهو نزل بالمسطره اهو في سنه يعني انت هتيجي هنا من قائمه اديت ترانسفورم واجي اقول له ديستورت لو سمحت واروح رافع ده سنه بسيطه كده هتشايفها؟ تمام بس استنى هو الباب ده ليه معكوس تحت انا هاخد المعكوس ده ازاي؟ ما احنا اتفقنا خلاص كليك يمين دوبليكيت لاير هاخد نسخه طب انا عايز انزلها تحت هاجي هنا من قائمه اديت ترانسفورم حد حاسس ان ترانسفورم يا جماعه فتحت لكم سكه شويه؟ كتير بص هروح واخدها تحت ايوه ماشي بس خد بالك عشان اطلع الويندو اللي هي بتاعت الاتش ال انت عندك اللي تحت دي واسعه شويه ما خلاص ما حضرتك انت جيت قلت لنا انت ممكن تعمل هنا سكيو بتعمل ايه سكيو يا يسري بتوسع كده حد معايا ولا فين؟ ايوه معاك يا دكتور اهي اجيبها كده اهي براحتك وعايز اكبرها مفيش مانع اجي هنا من ادي ترانسفورم خلاص الموضوع ده اتحل يعني سكيل وراح جاي مكبرها كده ايوه ماشي هي المشكله بقى مش عندك في كده هي المشكله في الـ في الـ في الخط المسحوب ده مؤقتا لحد ما ناخدها انا ممكن اجيب الاستيكا كده واجي اخلي هنا الاستيكا دي الهارد بتاعها زيرو يعني نعم على الاخر وحجمها كبير اهو كده حد شايف اهو كده بس مش كبير قوي عشان لما تيجي تمسحي بص كده حد معايا ولا فين انا كنت بحاول اعمل كده بالبرش خدي بالك اهي كده عايز تكبرها تاني براحتك اهي اديت في ترانسفورم لو انت حاسه انت عايزه تسحبيها شويه اهي خدي بالك اهي ايوه ماشي طب هو الراجل ده انا هجيبه منين؟ انا ممكن اجيبه من اي حته يعني ممكن اجي اخش هنا مثلا هنا عندي على جوجل واجي اقول له لو سمحت هنا اهو كده هات لي انا عايز مان او بيبي او اي حاجه بس انا عايزه بلاك اند وايت او كرتون يعني زي ما تحبه يعني اند واي ماشي كليب ارت او لا يعني زي بردك عايزها بي ان جي يا ريت عشان بعد هتوفر عليا في عندي من دول كتير ده اللي انت معايا صح داليا طيب انا هاجي اقول له انا طلعت ودخلت تاني طيب انا هاجي اقول له هنا من تولز محدش ينسى
من tools هنا images اهي وقوله هنا tools ولو سمحت انا عايزها large image. انا استفدت ايه بقى؟ ان resolution بتاعت الصورة عندي كبير. اي صورة مش هتفرق، انا مش عايز حد معين، انا هاجي اخد مثلا ده واجي على دي right click save as واحفظها عندي على desktop شكرا اهي، وهاجي عندي من بره فين هي اهي، حتى لو ما جاتليش بي ان جي خلاص مش مشكله، اصل البلاك اند وايت سهل ان انت ايه تشيل الخلفيه بتاعتك، احط اللينك احتفظ بالريشيو اهو، ادي الشكل اهو زي ما عملنا في الكومتريه المره اللي فاتت. هكليك يمين راسترايز لاير. حد فاكر الكومتريه؟ حد الماجيك همسك الابيض ثم ديليت كده. الراجل ده بقى عندي لوحده اهو كده بقى الشادو. كليك يمين راسترايز لاير فين هي؟ سوري كليك يمين دوبليكيت واروح واخد دي فري ترانسفورم اهي، واروح واخد صاحبتنا دي كده اروح جايبها تحت كده. هتشوف حاجه؟ تمام. طب استنى بس، هو من تحت مش تقيل قوي زي ما انت شايفه كده، هعمل ايه؟ ها؟ تعالى الاوبس. هتشوف حاجه؟ كيو برضه ولا ايه؟ نعم؟ عامل سكيو ولا ايه؟ ممكن اعمل سكيو عشان نكبره. وممكن اجي اقول له ديستورت لو انت عايزين. اي شايف؟ اعتقد بقى ان انت عندك اللي هي فري ترانسفورم دي فتحت لي يعني ابواب كتير قوي للتعديل في الصور. وصلت؟ وصلت؟ تمام. يلا خلصوها وابعتها لي، بس اهم حاجه اللي تخلصوه ابعتوا لي كمان على الفيس عشان اقدر اخد الدرجه بتاعتي او ديكور. فمثلا انا بسجلها لك كمان يا سهيلة. فانا لو رحت جبت مثلا شكل من ضمن الحاجات الانتيري او الاكستيريور شوتس اللي هي الايه اللي الناس بتعمل، مثلا حاجه زي انا اخد حاجه سهله مثلا زي دي كده او زي اي واحده منهم، لو انا حبيت اديله معكوس الشيء تحت كده زي دي كده. خلاص تمام. سؤال انت هنا ولا فين؟ فهاجي هنا كده اروح جاي واخد نسخه من ده او جزئيه اللي انت عايزه تشوفيه كده. تمام. هاخدها يا سهيله ايديت كوبي ايديت بيست اهي، وهاجي اقول له لو سمحت اديني معكوسها، يعني روح اعمل لي زي اللي احنا خدناه النهارده ليف فيرتيكال اهي، شايفها؟ اروح جاي منزلها تحت كده. يا دي كبيره قوي، ما انت خلي بالك مش كل الصوره هتظهر اهي، يعني جزء منها كده اهي. لا في ترانسفورم انا عايز حته صغننه ماشي كده. طب ثم انا ممكن اجي بعد كده اروح جاي مقلل الاوبستي كده شويه ولا اي حاجه. بصي وصلت؟ تمام. يعني ايه استغل خطوه انا عملتها؟ يعني انا عندي دي، هو دي انا هعملها ازاي؟ طب ما دي شبه القضيضه بس فيها بس هي فيها زتونه، هروح اطلع هنا الجريد ماشي، ثم هروح اعمل هنا دايره قديمه، يعني هو بيدينا واحده ثانيه ليه. هقول لك حالا دلوقتي اعمل الشكل ده كده، ثم هاجي هنا نيو لاير، ثم هاجي هنا كده بالبين باكيت واروح جاي مختار درجه اللون شكرا، ثم هاجي اروح دلق اللون واروح جاي هي بالظبط. هقول لك بقى خد دي كده واقول هنا سيلكت انفرس واقول له ديليت، بقت عندي واحده. تعالى بقى نلعب، ايه المقصود؟ المقصود هنا اللي هي السنتر بوينت، يعني اول زيتونه في الجزئيه دي السنتر بوينت. يعني ايه السنتر بوينت؟ يعني لما هاجي اعمل هنا ايديت فري ترانسفورم مهم جدا احتفظ بالسنتر بوينت، يعني هنزل السنتر بوينت ده كده تحت وارفع دي كده فوق. حد شايف؟ تمام. تمام. طب دي هكررها ازاي؟ هكليك يمين دوبليكيت لير، ودي قديمه بردك انت قلتها لنا قبل كده ما جراش حاجه، بس هاجي اقول له هنا ايديت فري ترانسفورم وانزل بالسنتر بوينت ده تحت واروح جايب دي كده. شايف حاجه؟ تمام. تمام. طب اختها فين؟ اختها اهي. طب هعمل فيها ايه؟ حاجه اقول له هنا هغير لونها زيتونه بقى، ما تجيش تاخد اللون اللي هو زي ده كده وتروح انت جاي دالق هنا البينت باكيت ليه؟ هتلاقي الايدج عندك شرشرت. يعني ايه شرشرت؟ يعني حدودها باظت مش فاهم. يعني انا لو جيت عملت كده شايف انت حدودها عامله ازاي؟ بص لما تيجي تطلق فيها لون تاني بص الحدود عامله ازاي؟ هروح عامل ايه؟ هروح جاي هنا كده بالاف اكس اللي هي الافكت كلر اوفرلاي اهي، واجي اقول له لو سمحت انا عايز اللون ده
هختار اللون ده كده واختار من هنا ايه اللون ده. طب مشروع دي يجي خلاص تعالى كده ايه ناخده من الصوره نفسها. يعني هاجي كده ابص على الصوره وهاجي من الافاكس اهي تاني كلر اوفرلاي تاني اهي واروح جاي من القايمه اللي هي طلعت اللي هي دي كده واخد اللون التاني. شكرا. عايز اعملها فري ترانسفورم اديت فري ترانسفورم اهي واروح جاي منزل السنتر بوينت. يا عم الحاج طب ما هي واحد. لا مش واحد بقى، مش انت نزلت سنتر بوينت تحت، لما هتيجي هنا تروحي تعملي سكيل بصي هيلم على فين؟ على تحت. حد واخد باله؟ يعني انت ايه استفدتي ان انت ايه نزلت سنتر بوينت فابتدى يلم السكيل على تحت. تروح انت ماسكه سكيل تروح ماسكه هنا الاثنين لاير كنترول وامسك الاثنين لاير واعمل دوبليكيت لاير اهي. معلش يعني هي السنتر بوينت هي اللي بتوجهني السكيل فين؟ يعني انا لو طلعت السكيل هتطلع لفوق؟ ايوه طب حاجه هنا اهو كده ادي في ترانسفورم واروح واخد السنتر بوينت دي تحت كده هنا اهو اهي واجي هنا كده اروح جاي عاملها روتيت واجي هنا بامر سكيل تاني اهو واروح جاي لامم دي كده اهي صغر اهي. حد شايف حاجه؟ اهي اهي واروح اعمل دي كده. طب تمام انت رحت عملت دي كده، طب نزلهم تحت بقى عشان ترتيب. يبقى انا كده عملت ايه؟ تبديل لللايرز اهي. هتشايفها؟ تمام. طب انا استفيد ازاي بقى؟ همسك الاربعه دولت كليك يمين دوبليكيت لاير اهي. بعد ما عملنا الدوبليكيشن ده حاجه اقول له هنا لو سمحت تروح اعملي ليهم ترانسفورم ليف فيرتيكال. يا راجل هي مره واحده كده قطب. هتشايف حاجه؟ تمام. وغير لونهم بالافكس ولا اي حاجه. دكتور احط هنا صاحبتنا دي كده. ده بقى المقصود من ايه؟ ان كل شويه على يسري اقول لهم ايه ثانيه واحده ثواني. طب تخلص في كام ثانيه؟ المقصود ان انا استغل الاوامر بتاعتي في حاجه انا محتاجها. فاهمني؟ اهي تمام. وطبعا اغير الالوان دي ازاي؟ خلاص ما هو ده معروفه. امسك دي كده واروح جاي هنا اف اكس واجي اقول لو سمحت انا عايز كلر اوفرلاي كذا عشان ايه اتلاشى موضوع الشرشره ده واختار درجه اللون اللي هي لون كذا. أي. خدت بالك؟ وغيره وغيره وغيره.